دولتنا في البرتغال في العاصمة لشبونة، واحدة من أكتر العواصم الأوروبية اللي استمتعت فيها. أماكن كتيرة جدا تستحق الزيارة في لشبونة، عشان كده عملت جزء تاني للعاصمة لشبونة عشان نكمل جولتنا في اكتشاف لشبونة. المطبخ البرتغالي مليان بأطباق كتيرة مشهورة وأكيد لازم هتحبها، والنهاردة هجرب معاكم واحد من أشهر الأطباق البرتغالية واللي مش هتلاقيه غير هنا في لشبونة، واللي بيعتبر علامة تجارية في العاصمة لشبونة. Come to us, visit Lisbon, you will like it. The pastel de nata is the most traditional Portuguese cake. You will find it in every Portuguese coffee shop in Lisbon. Lisbon's Pastéis de Belém bakery has been making them since 1837. Pastéis de Belém is very similar to the pastel de nata, very visually very similar, but with a very different recipe. طعمها جامد يا جماعه، طعمها بصراحه حلو يعني، ده يجربها خد منها بصراحه، طعمها جامد. معاكم هنا يا جماعه في لشبونه، في غرب وسط لشبونه في منطقه اسمها بيلم. المنطقه دي موجود فيها واحد من اقدم المحلات اللي بتعمل بيستريس، اللي بتعمل معجنات. المكان الوحيد هنا اللي في لشبونه في البرتغال ويمكن في العالم لوصفه سريه خاصه بيعمل بيها البيستريس. هنا مشهوره جدا، اسمها بيشتش دو بيلم او بيستريس اوف بيلم، المعجنات بيلم اللي هي المنطقه هنا اسمها بيلم. المحل ده على طول بيبقى فيه زحمه، موجود ناس كتير الصبح بالليل في وسط اليوم. البيستريس دي يعتبر من اشهر الاكلات الموجوده هنا، البرتغاليين بياكلوها في معظم اوقات اليوم، يعني في الفطار مع الشاي مع القهوة، بالليل برضو في العشاء، وكسناكس في وسط اليوم. هدخل ونكتشف مع بعض بيشتش دو بيلم، يلا بينا. شايفين كده يا جماعة هنا الناس كتير، كله بيستنى الترابيزات او الطاولات اما تفضى، عشان طول اليوم كده الطوابير موجودة عشان كل واحد ياخد ترابيزة ويقدر يجرب بشتش بيلم. The recipe dates back to the monks of Geronimo's monastery, a UNESCO World Heritage Site. The recipe and the way the cakes are made, that has been kept exactly the same. Dough is sliced by hand and then placed in the baking trays. You will only find it here. There's nowhere else in the world where this cake is made or sold. Each day, they make about 20,000 tarts. دلوقتي يا جماعة جت البشتش دي بيلم، هي دي صغيرة طبعا جدا زي ما انتم شايفين، بتبقى فيها صوت القرمشة زي ما انتم سامعين كده، صوت القرمشة، ومن جوه بتبقى كريمي زي ما انتم شايفين، كريمي من جوه. طبعا هي معمولة بالصفار البيض والكريمة والفانيليا والسكر والملح، العجينة كده. طبعا هي عجينة خاصة يعني مش اي حد بيعرف يعملها، هم متخصصين فيها من سنة 1837. So the pastel de nata recipe appeared in the 19th century in the convent just nearby this Belém shop, Belém bakery. So the convent was called the Geronimus Monastery, and one of the local monks actually created the recipe. The original recipe included the ingredients like dough, lots of the layers of the dough. They created a small like a custard tart, where inside they pour cream or nata. That's why we have the word nata in the name of the original pastry, right? Pastel de nata. The pastel or the tart was lots of the cream. So the main ingredient is cream, milk, sugar, cinnamon, and yolks, of course. They whisk that all and pour in the tart. So then they bake that, and basically that we have a small cutie like this. So that's a pastel de nata. زي ما قلت لكم مشهورة جدا هنا يا جماعة، هنا زي ما انتم كده شايفين ورايا زحمة، المحل زحمة في كل حتة، الترابيزات كلها فل طول اليوم، في الفطار مع الشاي والقهوة زي ما انتم شايفين كده برادات الشاي. وطبعا هنا بيحطوا برضو اللي هو السينمون اللي هي القرفة،
نحط منها كده اللي حابب. وفي برضو اللي هو الشوجر باودر اللي هو السكر البودرة. So people enjoy eating that. People enjoy eating not only one piece a day but like a few. So it's okay for them to eat even five or six at once. Pastel de nata is inevitable part of the life of the locals. So they like to bring it as a present and eat it a lot. هي يا جماعة أشهر أكلة أو سناكس موجودة في البرتغال، موجودة هنا في لشبونة في مطعم بشتاش دوبيلن، المكان الوحيد اللي بيعمل البستريز دي. قلعة سان جورج دي من أقدم القلاع الموجودة هنا في أعلى منطقة في لشبونة. هنا دي أعلى منطقة في لشبونة. هنا المكان ده جماعة مكان أثري قديم من القرون اللي قبل الميلاد، القرن الثاني أو السادس قبل الميلاد. والقلعة اللي تأسست هنا الموجودة هنا دي متأسسة في نص القرن الـ11 عن طريق المورش اللي هم الناس الأيام فترة الأندلس، العرب فترة الأندلس هم في عصرهم اللي اتبنت القلعة دي. طبعا اللي هم المورش اللي هم جايين من شمال افريقيا، مغرب، الجزائر، تونس، من نيجر، من موريتانيا، من مالي، كل دول كانوا معروفين باسم المورش، كانوا موجودين هنا في فترة الحكم الاندلسي. Lisbon is very beautiful, with a great history, many, many places to visit. Our people are very calm, without stress, no problems. We live in paradise. جماعة الفراخ بالصلصة البيري بصراحة جامدة. ومعاكم يا جماعه دلوقتي من مطعم من المطاعم الشعبيه التقليديه الموجوده هنا في لشبونه، بتقدم اكله فراخ زي فراخ موجوده في كل حته، بس عندهم حاجه مميزه عندهم اللي هي خلطه البيري بيري او صلصه البيري بيري. دي جايبينها اصلا من افريقيا، البحارين البرتغاليين لما كانوا بيسافروا قبل كده في القرون القديمه. البيريبيري وصلت البرتغال عن طريق الحملات البرتغالية لإفريقيا، لأن البيريبيري أصلها من إفريقيا، من جنوب أفريقيا وموزمبيق وأنجولا. هي عبارة عن فلفل أحمر معمول بخلطة كده اللي هو حر جدا، حراق، طعمه حراق جدا يا جماعة. أنا لسه ما دقتوش، لسه مش عارف قوته قد إيه، لكن هي دي السبب شهرة الفراخ هنا عندهم البيريبيري. أي حد بيجي البرتغال لازم بيجرب البيريبيري. So here you are served one of the best chicken. It's prepared on raw, just like about the coal, and it's roasted. So what's the specialty? It's just average chicken, but here we have the piri-piri sauce, and it's really thick with the olive oil. And what you have to do is just to take it on a spoon and pour your chicken breast to leg like whoa. Like these. Here we have, whoa, we'll have fire called firefighters. It was French fries and it's vinegar, but it's really spicy. So you may add or not. It's very delicious. هو بيقول لي طبعا جوه كان بيقول لي اللي هي حارة جدا، يعني طعمها حر قوي، مش عارف لسه اشوف. اوه واو واو، طعمها تحفة. لا لا بجد طعمه بجد حلو قوي، بجد خلطة خطيرة جامدة بصراحة، تستحق الشهرة اللي هي معروفة هنا في البرتغال.
انا نفسي بحب الحاجات اللي سبايسي جدا بصراحه. بيرفكت جامد. معاكم هنا يا جماعه في منطقه سنترا، في جبل سنترا اللي فيه واحد من القلاع والمباني التاريخيه القديمه المشهوره جدا هنا يا جماعه. هنا دي المكان ده مشهور جدا، السياح كتير بيجوا هنا، من اكتر الاماكن اللي بتتزار في البرتغال ولشبونه عامه. هنا سنترا فيها مباني وقلاع تاريخيه الوانها تحفه، الوان كتيره جدا، الاصفر والاحمر والازرق. طبعا المباني هنا مبنيه يعني على اكتر من تراث، ميكس بين حضارات كتير، حضاره القوطيه وفي اللي هي المغربيه المورش الاندلسيه والحضاره برضو المصريه، فيها ميكس كبير، وده اللي مخليها مميزه ومن افضل الاماكن وصنفت في كموقع للتراث العالمي لليونسكو. Amazing, magnetizing place, spot in the map, on the map of the Portugal. Basically, the national park of Sintra is a whole of different and mysterious places, like Quinta de Galeira, where is amazing wall, where you can enjoy going downstairs and upstairs. It's like a Dante Alighieri circle of death. The one that place that actually was our purpose, our goal to go there, was the Pana Palace. It's like the cherry on a cake. It's the place that people are going from lots of different countries in the world, from other parts of the world, to come here. In 2015, Pana Palace got an award as the most beautiful palace in Europe. So imagine, like, according to the UNESCO heritage, it's one of those palaces that it's like wonders, European wonders. And it's like a pearl, pearl of Europe, pearl of Portugal. It's located in the rainy forest. We may say it's rainy forest. So the history of Pana Palace started with a small chapel of the Nossa Maria de Pena. ده من احسن الاماكن، احلى الاماكن في لشبونه. هي طبعا سنترا هي منطقه ساحليه قريبه جدا من المحيط وتعتبر تابعه للشبونه. موجود هنا اكله شعبيه مشهوره جدا موجوده في معظم الاماكن هنا في لشبونه، اللي هي الكاستناء، اللي هي نوع من انواع المكسرات. كاشتانياش. Okay, so now I'll tell you something about the local food, and this is like not typical for the Portugal, but it was brought from the Turkey, I guess, yeah, from the Muslim countries. So Lisbon and Portugal itself, it smells like chestnuts during the autumn time. So once you have the tour, like smells of Lisbon, which I provide, and you have to take it for sure. So one of those street food that is really popular now is a chestnut, roasted chestnut. It's over there. It's prepared on a fire. There is a coal, and there is a small like tray, small nut, where the castagne are put it on. So basically, afterwards, when they are prepared, they sprinkle it with salt. And then they have it's like this, so they are a bit like gray on top because of the coal, but it tastes super nice. It tastes like jacked potato basically. Nice. I like to eat the skin basically. You eat the skin? It's crunchy. Really? Yeah, I like it. It's healthy. It's very healthy. Really? Yeah. يا بتقولي ان تاكل القشر بتاعها مش عارف بتقول حلو ومفيد. Really? It's the saltiest part. I really like it. I can hold it or hold the. You can eat the whole. Yeah. نبتقولي طبعا ناكل الكاستناء على بعضها بقشرها عادي يعني قشطة. فعلا بتعمل دفى كده في الجو البرد، لما يكون في جو برد كده بتدي دفى كده للمعدة. ويلا بينا عشان نطلع على كوبا داروكا.
كابا دي لا روكا. هنطلع دلوقتي لحافة العالم، يلا بينا. جماعة من حافة العالم، دي اخر منطقة موجودة في اوروبا. احنا دلوقتي وقت المغرب، دي اخر منطقة موجودة في غرب اوروبا. مننا هنا ده المحيط الاطلنطي، بنوصل من هنا طبعا بعديها قارة بقى امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية. المنطقة دي اسمها كابو داروكا، هي دي اخر منطقة موجودة غرب البرتغال، اخر منطقة موجودة في غرب اوروبا، منها للمحيط على طول. يا جماعة هنا ورايا المحيط، منظر تحفة يا جماعة وقت الغروب. المنطقة دي بتبعد حوالي 42 كيلومتر عن العاصمة لشبونة، هي دي آخر نقطة في غرب أوروبا. نشوفكم الفيديو الجاي، يلا سلام.